فيديو النهاردة عن تنظيف الفرش المنزلي أو الأثاث المنزلي. بصوا، يعني أنا المنظف ده بصراحة يعني حياتي كلها. سترس، معرفش بقى موجود في الدول العربية بره ولا لأ، هو موجود في مصر، في منه روايح، بس أيا كان مش هتفرق، بس بستخدمه كده بالمنظر ده على أي بقع عندي في الأنتري أو ركن أو صالون أو أي حاجة تاني. والله ليه استخدامات كتير. ببتدي أرش الرذاذ بتاعه بالمنظر ده كده على البقع وهي ناشفة، مش بتبقى ما ب... يعني ما بتبلهاش، لا بتبقى على طول ناشفة. اي بقع عندك بجد ليه مفعول سحري جدا، واهم حاجة ان هو بينظف تنظيف سريع على طول، وهيبان اكتر عندي البف ده. يعني ولادي ما شاء الله كاكاو على طول مكبوب عليه، بطاط وقع عليه، كل حاجة حياتهم على البف ده. فبصوا هوريكم صورته بعد ما اتعمل بقى شكله ازاي. طبعا السترس لوحده مش كفايه، فبجيب معايا شويه من كلوريكس الوان وشويه او كيس كده فانش، او يعني فنجان قد مقدار فنجان وفنجان بالظبط كده، بفضيهم في علبه. العلبه دي يعني استخدامات للحاجات دي بس، يعني ما مش هرجعها تاني المطبخ، لا بالعكس هي علبه قديمه، فياريت نخليها للاستخدامات اللي هي دي. بفضيهم كده مع بعض وافضي عليهم كمان شوية من المية وبقلبهم كده كويس، وارجع فوطة بقى او اي حاجة قماشة كده ناشفة، وببتدي سقطها كده في السائل ده، وابتدي ادعك سواء ايد الكنبة، سرير، ركنة، انتري، كراسي، سفرة بالمنظر ده. ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا دعك بقى ولا اي حاجة، لا مجرد بس ان انا بمشي عليه الفوطة دي. شايفين الفرق ما بين الايد دي والايد دي؟ بجد تحفة 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 تحفة، ومفعول في اقصر وقت، مفعول مضمون ان شاء الله في اقصر وقت. يا ريت يكون واضح لكم، شايفين الفرق ما بين الايد والايد، وبجد هتلاحظوه اكتر في البف وانا بنظفه. انا حبيت اشارك التجربة دي معاكم، لعل وعسى يكون في حد لسه متجوز جديد ومش عارف وجرب منتجات كتير وكده. طب في ناس هتقولي مش متوفر عندنا السترس، انا جربت تاني في كنبة كده لوحدها ما حطيتش سترس، حطيت الكلوريكس والفانيش، كان اداني نفس النتيجة. فلو مش متوفر عندكم تقدروا تستخدموا الاتنين ده لوحدهم. صدقوني انا ما كنتش بدعك ولا اي حاجة، غير ان انا بمشي بالفوطة دي كده على ايد الكنبة بتاعتي. ده البف بتاعنا بعد ما رشيت عليه السترس، عملت نفس الحوار برضو عليه. شايفين ده؟ انتوا هتشوفوا دلوقتي هتلاقوه منور، يعني شايفين المنظر، هتلاقوا شكله بقى تحفة جدا من غير دعك ولا اي حاجة. يمكن ده بس السنة، يعني عملته كذا مرة لانه كنتوا شايفين شكله كان مبهدل ازاي. يعني ولادي ما شاء الله، يعني الاطفال فعلا بيبهدلوا الحاجة. فشفتوا شكله دلوقتي؟ شايفين شكله ده؟ انا هعمله بايدي علشان محدش يقول لي يا نهى ده انتي لا مصورة واحد قديم او لا. شايفين؟ شايفين وانا بعمل صباعي المية نفسها بارزة منه ازاي؟ شايفين شكله قبل وبعد؟ تحفة جدا جدا جدا. الطريقة دي ما بتاخدش مني وقت ولا مجهود خالص خالص خالص، مجرد بس يعني الحاجة بس ماشي عليها كذا مرة، وبتبقى نتيجة مبهرة جدا 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 في أقصر وقت. حبيت اشارككم التجربة دي اللي انا خليتها عادة عندي على طول دايما سريعة. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك للفيديو وتوصلوا لأكبر عدد من اللايكات، واشوفكم في فيديو جديد قريب بإذن الله.